مصباح عليكم مرة تانية مشاهدينا في كل مكان. هيئة الأرصاد النهاردة بتتوقع أن في ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد والحد شمال الصعيد بقيم تتراوح بين درجتين لثلاث درجات. الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهاردة أتربة عالقة في الجو ونشاط للرياح بالليل على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة شوية، وفي كمان وجود فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية. دلوقتي هنتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى 35 والصغرى 25، العاصمة الإدارية العظمى فيها 35 والصغرى 26، اسكندرية 32-23، والعلمين الجديدة 31-22، ومطروح 29-21، دمياط 33-23، إسماعيلية 35-24، والسويس 34-24. لو رحنا لبورسعيد هنلاقي العظمى فيها 32 والصغرى 23، العريش 31-22، كاترين 29-18، طابة 32-24، حلايب 31-27، شلاتين 35-26، شرم الشيخ 35-26، والغردقة 34-25. الفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 23، بني سويف 36-23، الوادي الجديد 36-21، أسيوط 37-22، سوهاج 37-22، قنا 37-22، الأقصر 37-22، وأسوان 38-26. دلوقتي هنكمل باقي فقرات برنامجنا مع شاذلي ومنى. شكرا ليكي رانيا.